احنا ما كنخدموا نهار نهار في الشهر الا خدمنا خصك تخلص منها الكرا وتخلص منها الماء والضوء وعاد المعيشه. يعني ما بقاش عيشه هذه ولات عيشه حاره. عندنا بلاد كنا كنتمناو هذه الحكومه دير لنا شي حاجه جديده، ساعد الحكومه زاد عاد ما تعطى علينا القضيه. هي الزياده صراحه ماشي زياده ولا الاسعار ولات واحد الطريقه ملتهبه. من نهار اللي ولات هذه الحكومه بصراحه نتمناو من الحكومه باش تصلح تصلح هذا الشيء ديالها، لان هذا الشيء اللي تدير فيه راه بالنسبه للمواطن بزاف. هي المعادله انا بالنسبه لي بسيطه، زياده في الاسعار يجب ان تقابلها يعني زياده في الاجور. اذا كان ارتفاع في الاسعار تشكل هاجس كبير ديال الحكومه، فخصو يشكل ارتفاع الاجور الهاجس الكبير حتى هو الحكومه. تعيشوا ازمه ديال زياده في الاسعار جميع المواد، المواد اللي كانت غير بواحد الثمن ولات اكثر من 50%. مع دخول الحكومه الجديده في الحقيقه ارتفعت الاسعار بواحد الصفه مهوله، جميع المواد الغذائيه ابتداء من الكاربيرون نهايه الربطه ديال النعناع، يعني هذه وهذا المواطنين كلشي كيتشكاو منهم كلنا، وغادي يسبب لنا بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه وسياسيه. مع ارتفاع غلاء الاسعار وتاثيره على جيب المواطن المغربي، ميكرو الجريده الالكترونيه عبير كيخرج للشارع وتيسول المغاربه على اثر هذه الزياده عليهم. فرجه ممتعه وبقاو معنا. هاد الناس راه صافي بغاو يتخرفصوا علينا، صافي بغاونا صافي نمشيو ندفنوا حنا حيين. حنا ما كنخدموا نهار في الشهر الا خدمنا خصك تخلص منها الكرا وتخلص منها الماء والضوء وعاد المعيشه. حنا اللي جالسين ما كاين لا خدمه لا والو، باش غادي هادشي اللي هاد الاسعار اللي كاينه دابا وما قدنش عليها. الراي ديالي ما بقاش عيشه هذه ولات عيشه حاره. عندنا بلاد كنا كنتمناو هذه الحكومه دير لنا شي حاجه جديده، ساعد الحكومه زاد عاد ما تعطى علينا القضيه، باش الانسان دابا كيخدم 50 درهم وخسر 200 درهم، فين غيجي هذا الشيء؟ وكاين اللي ما خدامش كاع نهائيا، انت كتشوف دابا البترول تزاد دابا، واش النقل ما غيتزادش؟ حتى النقل غيتزاد، فين ما غيجي؟ غيجي في الدرويش، المواطن هو اللي غيجي فيه. هما هذوك الناس ما كيفكروش المواطن، كيفكروا على الرزق. بزاف هادشي هذا اللي ولينا كنشوفوا فيه حاليا، والاسعار غلات بزاف بالنسبه للمواطن اللي ما عندوش، والدراوش الحمد لله راه كاين اللي ما خدامش، كاين اللي خدام غير بواحد الاجره قليله، ما غاديش يقدوا بالنسبه لهاد الاسعار اللي ولات. وتنتمناو من الحكومه، لان هادشي هذا اللي دارت فيه وهاد الاسعار اللي زادت فيها بزاف على المواطن، والمواطن ولا مضرور بزاف ماشي غير شويه. ومن نهار اللي ولات هذه الحكومه بصراحه نتمنوا من الحكومه باش تصلح هذا الشيء ديالها، لان هذا الشيء اللي تدير فيه راه بالنسبه للمواطن بزاف بصراحه ما نكذبوش. هو صراحه هو الفقير ما عنده مسكين راي. واش هذه الاسعار تعانوا منه بصح المجتمع ديالنا، وحنا بالنسبه لنا حتى الطبقه اللي هي بسيطه تنعانيوا بزاف. والاسعار راه شنقول لك راه الحكومه هي اللي مكلفه بها. وهو خويا شوف وهي الزياده صراحه ماشي زياده راه ولا الاسعار ولات واحد الطريقه ملتهبه، والدخل ديال الانسان راه محدود. ما فهمتش هاد الناس هادو فين غادي يوصلوا، هاد الشعب هذا فين غيوصل. بالنسبه لارتفاع الاسعار هذه مساله يعني كانت منتظره امام ارتفاع اسعار المحروقات، ضروري انها غادي ترتفع جميع المواد بما والخدمات. كنشوفوا يعني مؤخرا اصحاب النقل اعلنوا على واحد الارتفاع ديال الثمن ديال النقل ب 20%، تراجعوا عليه مؤخرا. هي المعادله انا بالنسبه لي بسيطه، زيادة في الأسعار يجب أن تقابلها يعني زيادة في الأجور، هكذا غيكون التوازن. أما باش زيادة في الأسعار تبقى الأجور كما هي، حقيقة المواطن كياكل شوية على العصا، القدرة الشرائية ديالو كتنخفض، وهذا الشيء كينعكس على الاقتصاد يعني الوطني بصفة عامة. هذا اللي كنقول لك.
أما الارتفاع فهو مسألة طبيعية نظرا لتحية الأسعار وارتباط السوق الداخلي بالسوق الدولي، هذا يعني من المنتظر أنه ترتفع الأسعار. ثم كاين واحد القضية ديال المضاربات وكثرت يعني كثرت المتدخلين، حيث انه مثلا الفلاح راه كيخرج الوحده اللي كينتج مثلا بدرهم راه كتوصل ب6 درهم للمواطن. انا هذا هو الراي ديالي. والناس راه فئات، كاين اللي يعني ما حاش بهاد الزياده بالنسبه ليه، عنده مداخل يعني كافيه، وكاين الناس اللي هما يعني في الحضيض. كما تنعرفوا هذه المده الاخيره تنعرفوا زياده في ارتفاع في الاسعار، ارتفاع صاروخي في المغرب. احنا ضد الارتفاع في الاسعار، كون القدره الشرائيه ديال المجتمع المغربي هي قدره شرائيه لما الحد الادنى للاجور ما تتجاوزش 1800 درهم. كما تنعرفوا زيادة في المواد الغذائية الأساسية، هذه المواد الغذائية الأساسية تتشكل عبء كبير على المجتمع المغربي. نقدروا نرجحوا هذه الزيادة هذا في ارتفاع المهمل في المحروقات اللي هي أساس الاقتصاد. إذا كان ارتفاع في الأسعار تشكل هاجس كبير ديال الحكومة، فخصو يشكل ارتفاع الأجور الهاجس الكبير حتى هو الحكومة. واللي هو مستهدف واللي هو كل العصا مزيان هو المواطن المغربي. اليوم هذا 4 شهور ولا تقريبا واحد الشهر تعيشوا أزمة ديال الزيادة في الأسعار جميع المواد. المواد اللي كانت غير بواحد الثمن ولا ضعفت ولات أكثر من 50%، والناس تسترجع الله عز وجل على الأقلية تصب لنا الشتا شوية وباش نتقوتوا. وكذلك عاود ثاني الحكومة الحالية خاصها تكون عندها من الجانب الإنساني وتحس بالمواطن اللي هو مقهور مسكين، لأن المدخول ديالو مدخول ضعيف جدا خصوصا الساكنة القروية، وصراحة هذا الشيء ما تيبشرش بالخير. هذا موضوع حساس جدا خاصة في بداية السنة لهنايا، ومع دخول الحكومة الجديدة في الحقيقة ارتفعت الأسعار بواحد الصفة مهولة. جميع المواد الغذائية ابتداء من الكاربيرون نهاية الربطة ديالنا يعني هذه، وهذا المواطنين كلشي كيتشكاو منهم كلنا، وغادي يسبب لنا بزاف ديال المشاكل الاجتماعية وسياسية إلا ما كانش شي علاج ديالها بواحد النظرة موضوعية ويكون دي سيريو من جانب الحكومة في هذا الموضوع هذا، لأن الأسعار التهبت بطريقة خطيرة جدا. جميع المواد الاستهلاكية اليومية ولا الطاقة الإلكتريسيتي والضوء ما هو، هذا غادي يأثر على الجانب ديال الاستهلاك المواطن اليومي، وخاصة الطبقة الكادحة الطبقة الهشة.